من هنا جيت الى فرنسا، كنت اعمل في فرنسا، وكنت عندي الفرصه هذه اللي كنا نحكوا عليها مع كوريا الجنوبيه، وين عملت كاستاذ وباحث لحد الان نعمل معهم في عده بروجكت مشاريع حول الذكاء الاصطناعي مدمج السيارات ذاتيه القياده. جاتني فرصة أنني أعمل في أمريكا، وفرصة تعمل في أمريكا دائما هي حاجة مليحة، وين كان مثلا دريم، حلم أنك تروح. قررت أنا في عدة دول، والآن قلت لماذا لا تكون عندي تجربة في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت الأخ يوسف، معظم الجامعات المعروفة والعالمية هي جامعات أمريكية، وخاصة أنها هي القبلة تاع التكنولوجيا، وخاصة فيما نديرو حنا الذكاء الاصطناعي مدمج الشريحات الإلكترونية. كل هذه أشياء وين ولا تخصصات وين الولايات المتحدة الأمريكية هما الليدرز، هما الأوائل. قلت لماذا لا؟ جاتني فرصة مع جامعة NDSU North Dakota State University، درت الانترفيو معهم وقبلوني ومشيت. وكانت فرصة وحاجة خارقة للعادة في نفس الوقت، لأن تخرج من جامعة فرنسية وتروح تقري في جامعة أمريكية مش سهل، صعب كثير. لماذا؟ لأن هما على بالهم باللي كل الدراسات تاعنا مبنية على النظام الفرنسي، وهما عندهم نظام آخر، نظام أمريكي. لكن عندما يدو واحد يقرر في الجامعة تاعتهم، هو أفضل يدو واحد يكون عنده ويعرف النظام الأمريكي. أوكي؟ أنا التجارب تاعي في كوريا، التجربة تاعي في هولندا ساعدتني كثير. هناك خارطة العالم التي يعرفها الناس، وهناك خارطة الدكتور محمد سنوسي. نشاهد هذه الخارطة التي تضم عدد من الدول. ماذا تمثل لك هذه الخريطة دكتور؟ هذه الخريطة تشوف فيها الدرابو والأعلام لكل الدول اللي عملت فيها. وأنا الشيء اللي أنا فخور به أنني قريت في عدة دول، والتجاوب تاع الطلبة مع الدراسة والتدريس تاعي كان إيجابي كثير. لهذا دائما عندما يكون عندي بريزنتيشن أو يكون عندي محاضرة، دونك كنت نتكلم على الباركور تاعي والمسيرة تاعي، ندير هذه الخريطة، لأن العلم ما فيش حدود، ما في حدود للعلم. هذه خريطة للدول التي درست فيها دكتور؟ درست عن بعد، ندرس في بيتنا، في جامعة بيتنا، في المدرسة تاع الطاقات المتجددة. ندرسهم عن بعد، طلبوا مني أن يساعدهم، وقلت لماذا لا، ولحد الآن نقرر ندرسهم كل يوم ثلاثاء من الساعة 4 إلى الساعة 5:30. معناه إسهامك ومشاركتك في الجزائر لم تنقطع إطلاقا، رغم الهجرة ورغم الارتباطات الكبيرة، إلا أنك تخصص وقت لدعم الجزائر ودعم الطلبة الجزائريين. شكرا كذلك لك دكتور محمد سنوسي.